محركات ذلك كله هو مسؤولية محركات التحرر واليقظة والهمة، وأولهم هؤلاء الذين يفرضوا عملهم وواجبهم أن يحملوا مشاعر النور. أهلا بكم، أهلا بكم. وقد وضعني موقف النقابي أن أنوب عن كل زملاء الغائبين والحاضرين في أن أتكلم باسمهم، عن رجل طالما لبى نداء النقابة في معاركها المختلفة، معتبرا أنه نداء قلبه الصادق، فلم يغب أبدا عن محاولتها المستمرة لحفظ هويتها على طريق تأكيد حريتها. استفدت العام الماضي في شرح محطات عمري مع الأستاذ ومؤسسته، لكن هذا العام ليس أمامنا إلا التسليم بالحضور الطاغي والترحيب بكل ما يمثله هذا الحضور في تاريخ هذه المهنة العظيمة التي نتمنى لها أن تستعيد مكانتها بالحرية والقدرة على التعبير الحر عن أصحاب الحق. ونحلم اليوم بأن يكون الجميع حاضراً في هذا المشهد دون غياب اضطراري لسبب من الأسباب، حبساً أو هجرة غير طوعية أو تهميشاً بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية. كما نحلم بعودة أكبر لزملاء يشاركوننا هذا الحفل بعد أن ضربوا أعظم المسر في التضحية والفداء من أجل مهنتهم ووطنهم. هم الزملاء الصحفيون الفلسطينيون الذين علموني كيف تكون مهنتنا حاملا لدواء الحقيقة، وكيف تكون الصحافة لو فكت قيودها صاحبة المستقبل. فتحية خالصة لرفاق الدرب المهني الحاضرين وأساتذة هذا العصر على طريق المهنية والحرية الذين أعادوا الثقة لنا جميعا بأن الصحافة بهم وبأمثالهم باقية وستبقى قوية بأبنائها المخلصين. تحية لصحفي فلسطين ولكل أهل فلسطين. ترحيبا لصاحب البيت، وترحيبا باستمرار العطاء، وترحيبا بمؤسسة ما زالت تعطي وما زالت حاضرة. أرحب بحضور صاحب الحضور الأكبر في تاريخ الصحافة المصرية في عيد ميلاده. لقد رياضة للمبتدئين فقدم الصورة الكاملة للصحيفة لمهامها التنويرية، وجاءت مؤسسته لتكمل المسار فتربط الصحفي بعالمه وتطورات عالم الصحافة وتمكنه من الدخول إلى العصر من باب المعرفة دون أن يخسر اعتزازه بهويته ومهنته، وتأكيد جدارته بأن يكون شريكاً في إنتاج الحضارة الإنسانية وليس مجرد شاهد أو ناقد أو مترجم أو من الدعاة للسلطان بطول العمر. لذا فلتكن كلمتي باسم كل من استفادوا بتجربة هيكل ومؤسسته، باسم كل المكرمين، باسم كل الفائزين، باسم كل من تدربوا خلال العام الماضي في نقابة الصحفيين، باسم صحافة نريد لها أن تتطور ونتعاون من أجل تطويرها، نريد لها أن تتحرر ونتعاون من أجل استعادة ونتعاون من أجل تحريرها، نريد لها أن تشغل مكانتها مرة أخرى ونتعاون من أجل استعادة هذه المكانة، نريد لها أن تخطو من جديد على طريق التعبير عن الناس بعد أن غابت لفترات ونتعاون من أجل أن تستعيد خطوات جديدة وراسخة على طريق الحرية والمهنية والتعبير عن أصحاب الحق في التعبير عنهم.